حبيبي بلعب كور. ايضا من ضمن الفيديوهات التي انتشرت كثيرا وكان يعني ملفت للانتباه هو لهذه السيدة اثناء فوز المغرب اتوقع قبل المباراة اللي تبع البرتغال اللي قبلها المباراة، يعني تدعو بدعوات قوية جدا وكانت ملفتة اهل النظر هذا الفيديو. اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلنا الى نفسنا طرفة عين، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وسلم على سيدنا محمد طب قلوب ودوائي اغد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكفنا فيهم بما شئت، اللهم انصرنا انت مولانا وهم لا مولى لهم. ومن ضمن الصور المنتشرة على التواصل الاجتماعي لهذا الحاج رجل كبير في السن شوي وهو في اللبس البلدي في المدرجات ولكن مركز تركيز على المباراة ومنسجم ما شاء الله، يعني في ناس حبهم للرياضة حبا لا يوصف. أيضا نترككم الآن مع بعض الفيديوهات لاحتفالات الجماهير المغربية وبعض الأبراج التي تضيء بالعلم المغربي، ومن ضمنهم هذه الفيديو للأخت توكل ترمان، أيضا لهؤلاء الفتيات والله يجذبوا كثير الصراحة، يعني الرياضة شكلها هي تسويق من كل شيء والسلعة الأكثر تداولا النساء، يعني القنوات الفضائية كل يوم يعرضوا لنا سيعرضوا الحريم. عموما خلونا من الفلسفة الزايدة، أيضا نشوف الفيديو هذا بعض المشجعين أو مذيعة أو مراسلة أو ما أدري والله كيف عملت نفسها ماسكة جوال تتحدث إلى كاميرا ثانية. شمال إفريقيا هنا مغرب العز بين الأمم، لا مستحيل لا مستحيل لوجود الأطلس، المغرب هنا يكتب التاريخ مرة أخرى.